طب في حد يجي يقول لك مثلا البرسنتجز الموجوده، الدوزز يعني الموجوده في كل اللي هي ايه اسمها ايه قرص، ايوه هل هي كبسوله هل هي يعني هل هي كافيه ولا مفروض ان انا مع الب مالتي فيت اخد تاني مكمل تاني او فيتامين تحديدا، يعني لو انا ما بشتكيش من حاجه ده اللي هو النورمال؟ هو ده بقى، انا ما بشتكيش، ما عنديش هشاشه عظم، ما عنديش الامراض اللي احنا عارفينها زي الكساح يعني او اللي هو لين العظام او اي، هنتكلم عن الملف ده على فكره. يعني ما عنديش الكلام ده، طبعا الب مالتي فيت كافي كداعم. لكن لو عندي مرض اكيد بستشير الدكتور، محتاجين فيتامينز اعلى اكيد. يعني نقطة لازم مهمة برضو جدا عشان برضو الناس تكون فاهمة، انت لو عندك حاجة مزمنة ما ينفعش ده مكمل غذائي، ده لو انت صحتك تمام ما فيش اي حاجة انت بتدعم جسمك بالفيتامينز اللي موجودة للجسم في حاجة ليها، لان انت برضو اكلنا احنا اتكلمنا في النقطة دي قبل كده، لا يمكن حد او بنسبة قليلة قوي اللي بيقدر كل يوم يمشي على نظام غذائي سليم 100% ويشرب الكمية المفروض نشربها من المية والكلام ده ويمارس المية مهمة جدا. طيب نتكلم عنها برضو، ان على فكرة المية بجد في ناس ما بتحبش تشربها، يعني دي مشكلة. انا كنت من الناس دي وحصل لي مشاكل. مشكلة المية اساس كل خلية حية، المية للوش، المية للشعر، المية للاعضاء، للكبد، الكلى، كل حاجة فينا عايزة مية. لازم نشرب على الاقل 2 لتر في اليوم عشان ما نعرضش جسم للجفاف. لو تعرض للجفاف خلاص دخلت في مشاكل كتيرة جدا. فاللي بينسى يشرب مية يعمل زي يحط الازازة جنبه. انا على طول معايا في عربيتي، لو قاعده في كافيه على طول الميه موجوده، لو قاعده في اي حته لازم افتكر على طول اشرب ميه، فده مهم. وبنتكلم على الب مالتي فيت، يعني هوند انه مش علاج، عشان كده بقول اتس لايف ستايل، تركيزاته حلوه معقوله، بنكمل بيه الاكل الصحي، ما عنديش اي مشكله خالص لو كملت عليه لايف تايم او لايف ستايل. عشان كده بقول هو مش علاج، هو داعم للفيتامينات والمعادن، ونسبه زي ما احنا شايفين على الشاشه نسبه معقوله جدا هي جدا. بيحمي من ان انت تصاب بعد كده بحاجه مزمنه، لان هي قصه في ايه، انا لما بيبقى عندي نقص في حاجه ده بيبقى تراكمات، فانا لو بحمي نفسي من البدايه انا بمنع جسمي ان هو يوصل للمرحله المزمنه اللي انا بقى ساعتها بحتاج علاج يعني مركز او كونسنتريتد لافه عندي او مرض عندي لا قدر الله يعني. طيب لو اتكلمنا عن الكالسيوم نفسه، يعني ممكن نفهم اكتر ايه اصلا الكالسيوم، يعني هو عباره عن ايه بالظبط؟ هو ملح معدني الجسم ما بينتجوش، لازم ناخده من الجسم الاكل. تماما ما بينتجوش، لازم ناخده من الاكل. ملح مهم جدا جدا للعظم. أوكي. ملح معدني مهم جدا، مش ملح الطعام. وعلى فكره الاكثار من الملح الطعام بيعمل لي هشاشه، لان الصوديوم كلورايد لو اخدت منه كتير جدا 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 بيقلل امتصاص الكالسيوم. مش معنى كده ان احنا نوقف الملح عن الاكل. على فكره انا موقفه الملح بقى، لا انا ما بحبش الملح خالص. لا توقفيه دلع تماما، القلب محتاج صوديوم. طب دي برضو معلومه القلب محتاج كويسه. صوديوم. فنعتدل في كميه الملح. القلب محتاج ملح يا جماعه بقدر معقول، لكن لا اكثر منه. الكالسيوم مهم جدا للعظم، الكالسيوم مهم لعظم اسناني. الكالسيوم مهم لعضله القلب لان هو اللي بيعمل الكونتراكشنز بتاعه القلب، قصاده المغنيسيوم، يعني كالسيوم ومغنيسيوم بيشتغلوا مع بعض. كالسيوم مهم، فيتامين د مهم عشان يساعد لي على امتصاص الكالسيوم، يبقى محتاجين كمان ان اقعد في الشمس كويس قوي عشان ناخد فيتامين د عشان يساعد لي على امتصاص الكالسيوم، ده مهم. لو فيتامين د عندي ناقص باخد سبلمنت فيه فيتامين د. هو ده الكالسيوم من اهم المعادن اللي ربنا خلقها لدعم العظم ودعم السنان ودعم القلب ودعم التركيز. هل بيجي